لازم نعمل عزيمه لدياب واهله هناك. يا ستي معك حق، عيب، بعدين الجماعه بيقولوا طنشوها. شبك بهيج؟ ليه ساكت؟ ما بداعي. ليش؟ لاني ما برتاح لمجلسه. بعيدك اخي، انت وياه كثير صحبه، مع انه بتجمعكم الغربه. يا بهيجي، دياب على طول بيحاربني بالغربه، وهون ببين معدل الانسان. ليش يا ابني؟ ليش؟ لانه بغار من نجاحاتي يا ابني. مع انه المفروض تكونوا مثل الضفر على اللحم، اذا كان في عداوات وخلافات هون فبرا لازم تنسوا. لازم. شو بهيجي؟ مبين مدني مو مبين؟ يا ريتك معه يا بهيج، راح هو واخوه على البيلة ثاني. ليه؟ قال بدهم يدرسوا مشروع انشاء فندق. ليش اني هذا الشغلة؟ هيك عم يقولوا. الولد اللي مو من صلبه كل ما جن فرح له. ايه بلكي مشلح للاراضي اللي عنده، شو عليه؟ تعال اذنكم. وين امي؟ ما خلص في صحنة؟ شبعت. ما بيهون عليها نجيب سيرته لروميو، تنزعج. من طول عمري كنت احلم اتعلم الرقص، كنت شوف النسوان والرجال التلفزيون، شوفه بالسينما عم يرقصوا. بتمنى اكون واحد منهم. وهي صار الحلم حقيقة. مبسوط؟ لك شو مبسوط؟ يا ريتني ما فيق من الحلم ابدا. وشو رايك بالرقص؟ جنن، بس بعضل الرجلين. اللي بيشوفك عم ترقص هيك بفكرك طول عمرك بترقص. ايه فعلا طول عمري كنت رقاص، بس مثل رقاص الساعة. لك تقبرني الضحكة ما أحلاها، بموت بضحكتك. قصة ضحكتي؟ ايه بموت فيكي كله، بذوقك، بلبسك، بأناقتك. لك ان شاء الله شو اسمها الريحة اللي حاطة منها؟ اسمها كريستيان دور. شو 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 شو؟ كريستيان دور. ايه هلا بس نخلص، اكتبي لي اسمها على ورقة بدي صير حط منها. بس هي بعرفان نسواني. شو علي؟ بدي احط منها حتى اتذكرك على طول. الفشل الصبايا يعرفوا يرقصوا رقصي. ميرسي كلك ذوق. بتعرفي؟ أول مرة بحياتي برقص أجنبي. بضيعتنا كنت برقص دبكة. ونحن كمان بضيعتنا بيرقصوا دبكة. بتعرف؟ بعد المرحوم أبو نهلة، هي أول مرة برقص فيها مع الشيخ. ليش كان يرقص مين؟ كانوا يحسدوني عليه لأنه كان ملك الرقص بكل الحفلات. الله يرحم ملك الرقص. بتعيش. تصور مرة دعست له على رجله بالغلط ونحن عم نرقص، شو رح يحس بغضني رجله وكمل رقصه معي بدون ما يحسسني اني زعجته. مو معقول. ألف رحمة تنزل عليه. ومرة كمان الله يرحمه، الله يرحمه. يا رحيم. تفضل. شو عامل؟ مساء الخير. اسمحي لي ارقص معك. تفضلي. تفضلي. انه منين الله بعث لي اياكي؟ ميرسي كلك ذوق. بتعرف؟ انا بيعجبني الرجال اللي مثلك. بصراحة ما بعرف ليش متجاوبة معك. سبحان الله. بتشبه جوزي المرحوم الخالق الناطق. يا لطيف، سرقتيني. كنت بدي اقول لك يا لطيف شو بتشبهي المرحومة مرتي الأولانية. الله يرحمها. عيونك كأنها عيونها الخالق الناطق. الله يرحمها. طولها، عوامها، صبت اسنانها. الله يرحمها. لك مو بس هيك، خفت دمها كمان. سيدي الله يرحمها. خير صار شيء؟ لا لا ما في شيء، بس شوت شوي. هو فعلا شوف معك حق. لك ان شاء الله تقدمي هالضحكة ما احلاها. تعي ان شاء الله. شو اسمها الريحة اللي حاطة منها؟ ايف سان لوران. شو شو؟ ايف سان لوران. هلا بس نقص راس، اكتبي لي اسمها على ورقة بدي كثير حط منها. بس هذا بارفان نسواني. لك معلش حتى اتذكرك على طول.
ما صار لي زمان مرتبط. كاتب كتابك؟ لا، قاري الفاتحة بس. حلوة خطيبتك مثلي؟ خطيبتي مثلك؟ ايش وجاب لشاب؟ طب مين احلى؟ انا ولا هي؟ كل وحدة شكل. وشو بتشتغل خطيبتك؟ موظفة بدائرة الأحوال المدنية. بتحبها؟ ايه، من زمان. وهي بتحبك؟ هلا شو بدنا بالأسئلة؟ بتموت فيني. مع مين ارتحت أكثر بالرقص؟ معي ولا مع أمي؟ معك. صراحة أنا ارتحت معك أكثر من دهشة. يا باسة الراس ما راح تفيدك يا أبو رامز. مد إيدك وكل. طيب بس أرز هالكبة. لا يمكن. طيب يا بي هالكوساية. ولا رزة أبدا، لا يمكن أكل. شقفة بطيخة بالقلبك فيها. أخي ما بدي أكل، قلت ما بأكل ما بأكل يعني. طيب اسمع مني، بس هالشوربة مشان مصارينك. بدي حطي من إيديك، أنا لو بدي موت ما بأكل. طيب مشان خاطري عض التفاحة. لك أنا حكي حكي رجال، وأنا رجال وقت بحكي بحكي يعني، قلت ما بأكل يعني ما بأكل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت يا بنتي، هذا أبوكي راسه يابس ومعند، ما في فايدة. يعني شو؟ نتركه هيك؟ بلكي صار له شيء؟ طالما حاطين له سيروم لا تخافي. طيب وحماتي أم رسمي شو نعمل معها؟ وشو بدنا نعمل لها يعني؟ إذا طولت الحالة معها كمان بنحط لها سيروم. امشي يا بنتي امشي. خاطرك يا بي، أنا زعلت. ها. أخي هي الأكل قدامك، حبك تاكل كان بها، ما حبك تتصدي. نسيت لك ابو رامز. ولي شو هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شو هاد؟ جيت ادوق انه تحايل يكون محمضين. ادواقه ومسحت الصحون كلها؟ بصراحة يعني هفت ريحة ام رسمي فيهم الفطن. بعدين انت يعني كثير دبقة، شو اللي رجعك؟ وينك؟ انا بكرة بدي تلفن لرامز يجي بكرة لهون، بلكي بلاقي لك حل. نعم ما بتعمل بس دخيلك، بوس ايدك يستر على عرضك، لا تقول انه انا اكلت. وشو بدي اقول لهم؟ وين راح كل الاكل؟ قول لهم قول لهم قول لهم انه انت رجعت صرت عندي واكلته. بالله والله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يسلم. شايفت لك مرهج ما عاد جاب سيرة الخطبة. ما عم تشوفي؟ لا بلا، احيانا عم بطلع معه بالنكرة. طيب ما سألك؟ ما قالك ليش ما رديتي لي جواب لهلا؟ ما سأل. عرف انه سطوف ما عاد بده وبهيج ما عاد بده؟ امي ما سألته. طيب تحركي شي فيه، احكي معه. يا امي، يا امي مرج تغير، ما عاد مثل الاول. والحب والاستلطاف والعملية الانتحارية اللي كان بده يعملها بالمكرة تبعه. كلام الليل يمحوه النهار. طيب شو رأيك إذا أنا حاكيته؟ لا أمي، لا تكسري نفسك لحدا. مو كسران نفس؟ نحن وعدناهم نرد لهم جواب، وأنا رح رد لهم جواب. بلاها. طيب من راسي لراس أمه؟ بلاها. من راس أبوك لأبوه؟ يا أمي يا حبيبتي يا عيوني، نحن ما صدقنا إمتى تصالحوا، ما بناهم نتخانقوا مرة تانية. إيه معناتها أنت ما بدك إياه؟ لا أنا بدي إياه. طيب ليش ما عم تخلينا نتدخل؟ خلص بوعدك انه انا اول ما اشوفه احكي معه. خلص امي خلص. ماشي امي.
صباح الخير. صباح النور. كيفك مرهيش؟ منيح. شو مبكرة اليوم؟ ايه أنا قصدا بكرت. قلت أحكي معك كلمتين قبل ما يبلشوا يطلعوا الركاب. خير. مرهيش أنا بصراحة يعني هيك حاسة إنه أنت متغير شوي. لا أبداً. طبيعي هذا أنا. زعلان لأني قلت لك أعطيني فرصة أفكر بالموضوع. مرهيش نحن هون ضيعة واحدة، ضيعة صغيرة، نحن كلياتنا أهل. يعني أنا بصراحة ما بدي حدا يزعل من بيي أو مني أو من أمي. يعني أنا أزعل معليش ما هيك؟ لا أيوه أنت الأصل وأنت الأساس. بعدين أنت ما شفني شلون قلت له لبيج ما بدي ولستوف قلت له ما بدي. هنن اللي ما بدون ياكي. أصلاً هنن ركضوا وراكي على سمعة، سمعوا أنك بدك تصيري رئيسة بلدية قاموا ركضوا وراكي، ولما سمعوا أنه هي إشاعة كل واحد دار ظهره إليك شكل. أنا الوحيد اللي كنت حابك وبدي إياكي من قبل الإشاعة. كنت؟ إيه كنت. شو يعني هلأ ما عاد حبيتني؟ انسي الموضوع. وين الست نوفا؟ شو ما اجت معها؟ لا بالله معاي الست نوفا جالسه بالسياره برا. خليها تنزل تفضلوا اشربوا قهوه يا اخوي. والله طال عمرك نريد نلحق دايره الطب على بدري. جبت كمالتها على الارض؟ جبتهن بس صاحب الارض فرغ لك. يا سيدي فرغ وقبض يا ميسر يا رضا. تفضل تفضل يا اخوي تفضل. هلا هلا بنوفا. هلا بيك هلا. الرهاية يا ربي. لك شقينا الشباك من عندك شوي اختنقت هالروايح. يوه بي حد يكره الروايح الزينة؟ ما قال شي بس قوية كتير وزخمة. لك شو حاطة؟ كريستان ديور وإف سان لوران. شو ها؟ بس شي تقيل كتير ها؟ لك ما في حواليكم شقفة بصلي؟ الله وكيلك بدها كل يوم جنينتين ثلاث. أوف وليش كل هالقد؟ مرتي إذا بدها تحط بتحط بخة واحدة بس. لأنه ما بو عندنا مي أكثر الأيام مقطوعة. إيه شو بتتحممي بالكولونيا يعني؟ الدنيا صيف يا أبو بهيج وأنت بتعرف بني آدم. لك بيشان الله لك بيشان الله افتحوا الشباك شوي اختنقت. لك منين بيفتحوا هاد؟ منين بيفتحوا؟ هذا الشباك عتوماتيك يفتح بزرار. يا حبيبي عتوماتيك. لك دخيلك افتحي افتحي دخيلك. أشهد أن لا إله إلا الله. ارتحت هسا؟ الله يسلم هالإيدين تاج راسي. ليش ما تجي تسهر عنا الليلة؟ والله ما أجي لعندكم حتى أم بهيجة تقيم أيامتي. ساعة إلك وساعة لربك. تعال سهر عنا الليلة نغني لك ونرقص لك. هي أم بهيج ما ترقص لك؟ ترقص لي؟ أنا إذا بدي أمسك إيد أم بهيج بتقول لي عيب كبرنا على الشغلة. قال ترقص لي قال يا ابو نوفا اذا بدك تنام تلبس لي ثلاث بنطلونات مشان ما فوق بعضهم. والله لو كنت مكانك لتزوجت عليها من زمان. لا يا ابوي لا تريد تخرب بيت الرجال الله يخلي له اياها. يا ستي الله يخلي لي اياها على عجره وبجره. بس الواحد ما لازم يدفن حاله بالحياه العين بتاكل. والله ما تحكي مظبوط. انا
زاد نصفي عينيك للصبابي وبس. تعال سهر عندنا ليلة وانبسط، الواحد مو ماخذ معه شيء من هالدنيا. إن شاء الله إن شاء الله. أكيد عندنا صبايا بتاخذ العقل، وكل واحدة أحلى من الثانية، وكله ضمن الشرف وحدود الشرف. إيه أنا شو بدي غير هيك؟ بالشرف طبعاً. ليش البكي يا بنتي؟ يا عمي مثل الجباب. هذا انتم؟ الحمد لله على السلامة. فكرتكم الميكرو. الحمد لله على السلامة يا بي، الحمد لله على السلامة. طب معقولة تعمل فينا هيك يا بي؟ ومن شان شو يا ريت كانت محرزة. شو يعني يا ريتها كانت محرزة؟ أختي مو محرزة؟ عم أقول الشغلة مو محرزة. هي يعني أختي. يا عيب الشوم عليك. لك عيب على واحد مثلك، رجال شايب وعلى أساس محترم وعامل دلال لأخته. وينك يا ولد؟ احفظ أدبك أحسن لك. بالله وإذا ما حفظته شو بدك تعمل؟ بخلي ابني مرهج يكسر لك راسك. لك يروح شي بيهوي منك ومنه. لك إلي عم تلي هالحكي. شلون الله يا جماعة؟ أبي بين الموت والحياة قلت عم تخانقوا؟ مالك شايفة شلون عم يبهدلنا؟ فوق ما انا خايفين على بيك ما؟ لك انا اللي بدي افهمه شو لك مصلحة بهالجوازة؟ لسه راقد 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 لحتى تتم، لشو بدك تصل؟ ليش راقد؟ على مال قارون يلي بيملكوا بيك واللي على هالشبوية الناتا، شو عم بقتل حالي على منتكبري ولا على عنتر؟ هو كله على بعضه رجال مصفن مهرهر قد يسوى. لك لا تحكي لك على ابيها. لك انا اصبرك يا ربي وخلي ارحمك. طولوا بالكم هلا بيجي الميكرو بنركب كلياتنا ونروح. ولي على قامتي؟ ابي عم يخربط معناها عم ينازق. ايه الله لا يردته. قال امشي بجنازه ولا بتمشي بجوازه. لك ايه بتضرب منك الو الها. شو قصده؟ منك الو الها؟ يعني انا الها؟ قولي كمان ما فهمت عليك، بدي افهم شو هدفك وشو خطتك من هالجزء. خطتي وهدفي واضحين يا بي. احنا اذا اشترينا بهالمناطق هي كل هالاراضي هي ايه وضمن هالمساحات كلها هي بامكاننا نطرح عليها مشاريع كتير ضخمة. يعني مثلا مجمعات تجارية نطرح عليها مدن، العاب، فنادق 5 نجوم، مسابح، مطاعم. بإمكاننا نساوي عليها نوادي ليلية، نادي فروسية، ملاعب أطفال، أي شيء. شو بيمنع؟ إيه بعدين كمل. بتصير هالأراضي هاي منطقة لجذب السواح ولأصحاب رؤوس الأموال ليستثمروا أموالهم فيها. كمان ما فهمت. فيك تقلي يا بي بهيج بديش عم يشتري دنم الأرض؟ ب100,000 تقريبا. أنا رح اشتري الدنم ب300,000، وبهالحالة ما عاد حدا يشتري من بهيج والكل رح يجوا لعنا، وهيك بهيج بيحترق وبيشمع الخيط. ومعك كل هالمصاري؟ مصاري معي وبنوك فيه وقروض محلية فيه وقروض دولية فيه أكتر. وبهيج هاي معركة تعد أصابع يا بي، اللي معه أكتر بيصمت أكتر. تمام. خليل تفضل. حاضر.
احترامي سياده المستشار. اهلا اهلا. كيف الصحه؟ تفضل. شكرا. كيفك وكيف صحتك؟ نشكر الله سيدي. شو اخبار المشاريع اللي عندكم؟ نسبه الانجاز بالفندق السياحي صارت كبيره كثير. عظيم عظيم. ومعمل كونسول والمعلبات كمان على وشك الانجاز. بدي اياكم هلا تاخذوا بالكم انه المعمل بحاجه لايدي عامله. والفندق؟ فندق عم فكر انه جيب له اداره مختصه من شي بلد مهتم بالفنادق. انا بدي اداره تحافظ على الفندق وتحافظ على راحه الزوار والسواح. معك حق سيدي. وبحب بشركم سيدي انه شبكه الطرقات يلي تبرع فيها هذا المغترب بهيج بمنطقه المشاريع صارت على وشك الانجاز. عظيم. شو عندك اخبار ساره كمان؟ استاجرنا دار للبلديه مؤقتا لبين ما يخلص الاعمار بدار البلديه الرسمي. وين اخذتوها؟ بنص البلد. ان شاء الله ما تكون غاليه. بي تبرع باجرتها. عظيم. شو المطلوب مني؟ بدنا موعد من سيادتكم حتى تشرفوا ضيعه التنور وتفتتحوا دار البلديه برعايتكم سيدي. وانا جاهز. شو برايكم الحل بقى لنخلص من هالقصه؟ ما بعرف، الوضع كل ماله عم يتأزم ورح ننفضح. انا من رايي نجوزه لبعض بس من دون التزامات تربط الطرفين. بالله وبلكي تجوزوا من هون وطلقها لامي من هون، هي حرمه ولا حقوق. بالله وبلكي تجوزته من هون وطلقته من هون واشيت كل شيء. لك يا فهمة يا فهمة، لا ابي هيك ولا مرت عمي هيك. اصلا هن لو ما بيحبوا بعض كثير ما عملوا بحالهم هيك. اخي نمشي على السنه، قرشين فضة متقدم قرشين فضة متأخر. وديش بيطلعوا على الدولار هدول؟ اخي شو دخلنا بالدولار؟ نحكي بالعملة المحلية. يعني شغلة 400 500 رومانية. يا عيني حق كليان لحمة. امي فيها لحمة البركة اكثر من 15000 رومانية. هلا هيك عم تقيس الامور؟ لك اصلا الحياة الزوجية والحب انبل واسمى من انه تقيموهم بهالشكل. انا من جهتي موافق على جوازي بس مثل ما قلت لك والله خليك لا تخلي خالك ابو مرهج يتدخل، يعني بلا ما يحرقها. انا من جهتي موافق بس مثل ما قلت لك انا بدي مصاري، بدي اضمن مستقبل امي. وليش ما تسالوها بالاول؟ خلي هي تقرر. قاعدين عم تتبازروا فوق راسي يا مغاضيب. ما بدي شيء ما بدي شيء. هذا توكلنا على الله، بكره بنكتب الكتاب. موافق موافق. وكبنا الأعادي وأبي رح يتجوز حماتي. وأوه ولو ما جوزوني إياك ما بتجوز غيرك بحياتي. وأوه ويا أهل ضيعتنا فرحوا. وأوه بكرة رح يجيبوا أولاد ويكتروا أخواتي. وليش أخواتي؟ هلا ومرحبا ابو بهيج. هلا يا هلا يا هلا ابو نوفا، شرفتنا وانا اسد ابو بهيج. يا مرحبا يا مرحبا. يا هلا يا هلا يا هلا بطيخ. هلا 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 يا حي الله عريج. يا حي العصد العصد. والله ما تجلس غيره. هون بس سلامه. يا هلا بس صدر بس صدر. هون تتساخني يا منوفا. ايه بوجودك النار شعلة والبيت عامر والقهوة واجدة. ها وشلون تشم؟ طيب خير من الله يا بنيتي. تفضل يا ابو بهيج. اي والله اي والله. تفضل يا ابو نوفا. الله حي. يا هلا يا هلا. طمني يا ابو نوفا. دايمي ان شاء الله الف صحه. ايه يا ابو نوفا طمني ان شاء الله فرغتوا الارض. الحمد لله فرغنا والله. الف مبروك. اسوي العشاء. ما لنا جوعانين، اكلنا بوقت متاخر. لكن اجيب الفواكه. يجيب الفواكه بعدين العشاء. لك شو عشاء مع عشاء؟ ما بقدر متاخر، بينشغل بلد علي بالبيت. لك مالي قايله لام بهيج اني بدي اتاخر. يا ابو بهيج لاحق ما راح تهرب منك. تسهر عنا الليلة هان وحنا بعدين نوصلك للضيعة. صدقيني ما بقدر. لولا كرامة نوفا وقد ما حلفتني أيامين ما أجيت وزرتكم. إيه بالله زيارة مباركة إن شاء الله، وإن شاء الله زيارة سعادة. الله يبارك فيك. إيه إيه يا أبو بهيج شو تحب تشرب؟ كفاها الله، شربنا قهوة ومشي الحال. لا لا بالله لازم تشرب شيء. يعني أنا بصراحة بالليل ما بشرب منبهات، بس يعني اذا في كاسه بابونج يمشي الحال. ايه على عيني على عيني. ان شاء الله عجبتك العيشه عنا يا ابو بهيج. نيالكم
برية وحرية، عايشين مبسوطين ولا على قلبكم هم، كل بلاد الله الواسعة لكم. لا تنسى احنا حبيناكم ونريد نسكن عندكم بالضيعة. ونحن كمان حبيناكم. يلا يا بنات يلا تعالن. يا هلا يا هلا ابو بهيج، يا هلا 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 هلا. تفضل يا ابو بهيج، اعطي عنك. يا هلا 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 يا هلا، اقعد يا عندي. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. ايه شرفت يا ابو بهيج. يا هلا. ايه يا بنيتي اقعدي. يلا يلا يا. ايه يا وحيدة، نادي الشباب وتعالوا. تفضل. هلا نوفا، هلا عيوني. ايه يا ابو بهيج، اشرب بابونج. حاضر حاضر. لك ليش البابونج بارد؟ ايه عملته على عجل يا ابو بهيج. يلا يا بنيتي يا نوفا، سمعينا سمعينا الطرب الحلو. تامر يا ابوي على العين. يلا لك شو طعمة البابونج؟ هذا البابونج من تركيا، البابونج التركي اطيب من اللي عندنا. المرعى هناك غير شكل. اشرب يا ابو بهيج اشرب. أبو بهيش فتح مكتب عقاري يا بيي، أنت افتح اثنين وخلي أبو مرهج يساعدك. أنت بمكتب وهو بمكتب، ولكن 10% عن كل قطعة أرض تشتروها. ورح تطول لترجع؟ لا لا إن شاء الله، أنا هيك عندي كم شغلة بقضيهم وبرجع. وين بدك تعمل دراسات الهندسية للمشروع؟ طبعا بالبرازيل. ليش يا دياب؟ نحن عنا مهندسين كتير كتير مناح بالبلد. مزبوط أختي والله مزبوط، بس أنا بدي ساي مشروع غير شكل، مشروع عليه هيك الطابع الأجنبي. وإمتى بتحب نبدأ؟ من بكرة. يعني ما
ما بصير دكانتي ودكانة عمك أبو مرهج. شو دكانتك ودكانة عمي أبو مرهج يا بي؟ هدول دكاكين للكب للحرق، بيعون وخلصوا منه، وخدولكن دكانتين كبار بساحة الضيعة. وخلوا اختي زينة جيب لك مهندس ديكور محترم يديكور لك ياه، وجيب فاكس يا بي، يعني بدنا نعمل مشروع على القيمة. وأنا بكرة بنزل على البنك بفتح لك حساب باسمك مشان تشتري الأراضي اللي اتفقنا عليها. زينة، بكرة الصبح بتنزل بتقدم استقالتك من البلدية. ليش بقى؟ بدي ابعتك لأمريكا تدرسي إدارة أعمال. بدك تبعتها لحالة على أمريكا تدرس؟ وإذا لحالة خالتي؟ هاي بنت يا ابني. شو بنت وشو شاب؟ شو رح يأكلوها؟ بس يا ابني، مشروع كبير مثل هاد يا بي بدنا نواجهه بالعلم بالخبرة. عصرنا هذا عصر تخصص. معناتها أكيد معتمد على المشروع يا ابني. طبعا معتمد، شو عم بمزح؟ بتقدر تقول أنه نحن بدأنا من هاللحظة بإذن الله. أي أبو بهيج، شلون شفت لي هالبابونج؟ لا ما بو شي طيب. سكر منيح ولا زيد لك السكر؟ لا لا ما بده سكر، بتكفيني حلاوة القاعدين. اشرب يا ابو بهيج اشرب. سب لي وعدة ثانية حبيب قلبي. انت في وهم خيال تبني كسر النار. يا سلام، ايش هو هالبابوناج؟ شو كوزان هم. وين راح؟ بسيطة. طيب. طيب.
غليان قلبي على ابوكي لهلا ما اجا. لهلا ما اجا؟ لا اتاخر، صارت الساعة واحدة بعد نص الليل ولهلا ما اجا. طب امي قال لك انه بده ينام بمدينة الخوشي؟ لا، قال لي على الغدا بكون موجود. طب بركي حدا من رفقاته عزمه على العشاء؟ كان اتصل، كان خبرنا. طب امي اخي بهيج دري؟ ليش اخوكي بهيج هون؟ طب امي بركي سهرانين سوا. لك وين بدنا نروح وين؟ وين بدنا نروح؟ بس بدي افهم. والله مو قايل عقلي غير قلبي، بس نروح دور عليهم بهالليالي. لك امي شو تروح تدور عليهم؟ شو ولاد صغار؟ ها هي بهيج اجا. مساء الخير. مساء النور. شو ليه سهرانين لهلا ما نمتوا؟ غليان قلبنا على ابوك لهلا ما رجع. طلع من الصبح قال راح هو ابو نوفل حتى يفرغ له ويجيب المصاري ويجي، ولهلا ما رجع. طب ما اتصل فيكي قال لك بده يروح لعند حدا من اصحابه؟ ما قال شيء منو. القصة بتخوف يا اخي، اليوم بده يقبض مليونين رماني، ليكون شي حدا غافل على الطريق وعمل له مشكلة. لا 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 تخافي، خلص من هلا لنص ساعة، إذا ما إجا أنا بنفسي رح أروح أدور عليه. وين بدك تدور عليه؟ وين بدي أدور عليه يعني؟ هون بالضيعة أو عند أصحابه أو عند النوار. شو أخذه على النوار أبوك؟ خلص أمي، خلص أنا رح أروح هلا على مدينة الخوخ أسأل عليه بالمشافي والأقسام. بني على قلبي يا ابو بهيج، لا يكون صاير له شيء ابوكي. بس امي ان شاء الله ما صاير معه شيء. احلى توفى لك على راسي المامونه التركي. احلى ابو نوفا. احلى صبايا. شو شفت من الجماعة؟ والله يا أخي جماعة أكاد بتشم فيهم ريحة الحضارة. لا الحضارة وقفت على الرأس. مو قصة رأس، في سلوك، في تفكير، في فهم للحياة. يعني أنت بتقبل شخص ثاني يرقص مع خطيبتك؟ أكيد أنا ما بقبل. نحن منطينة وهن منطينة. أنا من كل هذا الموضوع بيهمني الشغل. برافو عليك، هذا الكلام المظبوط، الشغل. انت قلبك مشروح لهالمشروع كتير، بس لا تورطني مثل عادتك، بعرفك بتحسبها منيح. لا بورطك ولا بتورطني، حسبها انت. اخي تاجر ومنجم ما بيصير، انا قلبي مشروح كتير لهالمشروع، المهم الصدق والنية الصافية. وانا نيتي صافية. ايه كتير ما شاء الله اخي، وبعرف نواياك. ايه سيدي، شو رأيك تروح تنام عندي الليلة بالبيت؟ لا دخيلة، لا بدي اتمسى بالتعالب ولا اتصبح بالارانب، بدي ضل منتشي باللي شفته الليلة، بدي غمض عيوني على صورة شهلة ونهلة. الحكي يصال؟ يا عم بمزح يا رجل، مو من حقي احلام؟ مزبوط، من حقه يحلم، بس ما بدك الضغري، مثل بهيجة ما حتلاقي. يا سيدي تصبح على خير. شو رأيك انت تروح تنام عندي؟ انا مشتاق للتعالب والارانب. ماشي، ايمتى بتحب نلتقى؟ بكرة ما بتفرق. شو رأيك نلتقي الساعة 10 بمكتب أبو بهيج؟ اوكي اخي دهشان،
ورح اجيب معي الطابو الاراضي. وانا رح اجيب معي كل وراء الطابو لنشوف انو ارض بدنا نبيعها. بدنا نقلع بالمشروع. طيب شهلة ونهلة امتى وعدوك؟ المفروض بعد بكرة يكونوا عنا هون. على خير سلاه. لهجر قصرك والشعبي الشعبي وعود له الهبال نوفا. اهلين دهشان، خير ان شاء الله. ليش نزلت ابو بعيد جون؟ والله هو هيك راد. ليش هيك كاينين؟ عندي، كنا سهرانين عندي. وليش لحشتوه بالطريق مثل كيس التبن؟ بالظاهر ساكرينه. مدني، في السيارة واصحاب المفتاح. ليش شو المفتاح؟ ايش دخل السيارة؟ ايده. الله وكيلك ما شرب غير كاسة بابونج. وكاسة بابونج بتطرحه على الأرض مثل الباكيت الفاضي؟ روح شوفه. بشوفه. قوم زين قوم قوم إيه؟ زين يلا خير مدني خير. نزله هو الثاني. امشي مدني امشي لوفا امشي مدني خير خير يا روح روح خير يا ده لا تتحرك يا روح خير خير ان شاء الله وين لوفا عمار هو دهشان عمار شايفه بهيش فارد بالمرة طب كم كاسة بابون الصغيرة ما بتذكر شو بتتذكر لك أنا عارف بس بعرف عالي كنت راكب اللبه الله لا يوفقه شو مجرمين احكي معي ابو بهيج مرحبا اهلين وسهلين من انت ما عرفتني لا والله مين حضرتك بلا الصغرى يا حبيبي انا دهشان 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 لك انا سمعنا لازم شو عم تساوي هون عمو؟ انت شو عم تساوي هون؟ شو جابك لهون؟ بابونا التركي لك ما بتخافوا الله انتو؟ ها؟ ما بتخافوا الله؟ رجال حاجج ثلاث حجج بتسقوا ويسكي مغشوش بالبابونج؟ الله وكيلك ما شرب غير البابونج وما تصدق اطلع شوف بعينك قديش اخذتوا منه مصاري؟ ما هذين منه شيء هو صار يرقص وينقط لحاله قديش كان مع مصاري؟ قديش كان معك مصاري عمي؟ مصاري؟ لك وين المصاري؟ ما عدا معه مصاري لك الزلمة فارس بنوب قديش كان مع مصاري؟ ما عارف قديش أخذته منه؟ ما عديناه كان يرقص ويغني وينقط ومعه كيس نايلون مليان مصاري وين الكيس؟ هذا هو هذا هو الكيس جبت له يا معي خفت لا يضيعه خايف لا يضيعه ولا لحتى تكمل عليه اوعك ها احفظ لسانك حنا جماعة اشراف ومنخاف الله رب العالمين وحنا فنانين نشتغل بتعبنا وبشرفنا انتو بتعرفوا الله انتو قديش كان معه مصاري بالكيس مليونير رومانية دهشان ومنلوح المبلغ كمالة حق الارض اللي اشتريناها منه ارض؟ انو ارض؟ ارض اللي شراها منك وقديش معكم اياها؟ 3 ملايين شو؟